مرحبا، أنا إسلام، واليوم رح أعرفكم على أشهر اليوتيوبرز اللي فقدوا آبائهم وأمهاتهم وأعلنوا عن هذا الموضوع في اليوتيوب. لكن قبل ما نبلش بدي منكم تشاهدوا الفيديو للنهاية وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وكمان تنسوش اللايك. وهلأ يلا نبدأ على بركة الله. بدون شك وجود الأب والأم في حياة أي إنسان فينا نعمة كبيرة من الله، وهي النعمة ما بنعرف قيمتها الحقيقية إلا لما نفقدها. فالأب والأم هم روح الحياة والقدوة والمثل الأعلى، وهم سند الظهر، وهم عينينا اللي ما بنقدر نشوف الحياة بدونهم، وشو ما سوينا ما رح نوفيهم حقهم. وخلال آخر سنوات كان لافت رحيل عدد من آباء وأمهات اليوتيوبرز العرب الله يرحمهم جميعا، ولهيك رح أخصص هذا الفيديو حتى أعرفكم بهدول اليوتيوبرز ونشطرهم الحزن ونقولهم عظم الله أجركم. بتقول الحكمة تعددت الأسباب والموت واحد، فأسباب الموت بتختلف، في ناس بمرض، في ناس بحادث، في ناس توفت بالغرق، وفي ناس بالحرق. وبغض النظر عن السبب فما بإيدنا اليوم غير إنه ندعي ربنا إنه يرحمهم ويغفر لهم. اليوتيوبر العراقية أمر الطائي، أمر كانت عضو في فريق اليوتيوبر السوري نور مار، واللي كان بيقدم محتوى التحديات والمقالب، وكل عضو من أعضاء الفريق كان عنده قناة بيقدم فيها نفس المحتوى، وكان لكل عضو قناة خاصة فيه، لكن ما حكت بأي يوم أي تفاصيل عن حياتها الشخصية. وبالصدفة عرف المتابعين إنه أمر والدها متوفي في فيديو نشره نور على قناته، وهذا الفيديو كان بدون مونتاج، فحكى نور إنه ما في حد متوفي والده بينهم غير أبو أمر. انه ما في حدا هون هاليوم ميتين غير ابو عمر، ووصلنا هون بعدين الله نكمل. وهي المعلومه صدمت الكل، وكمان صرحت أمر في برنامج برلمان المشاهير على قناه سامراء انه والدها استشهد بالعراق وهي بعمر 3 شهور. يقال ان والد قمر استشهد وهي عمرها 3 اشهر، صح ام خطا؟ صح. يعني ما شايفته ابد؟ يعني بس بالصور من زمان. اليوتيوبر العزيزة سدرة محمد، سدرة يوتيوبر سورية من حمص، عمرها 16 سنة وساكنة في بلغاريا. قناتها عبارة عن فلوجات وتجارب وردات فعل، وقبل هيك عملت مقابلة معها بتقدروا تشوفوها على قناتي. المهم سدرة كتير كانت تجيها أسئلة عن أبوها وإمها وهل هم منفصلين أو لا، وليش أبوها ما بيظهر معها على القناة، فاضطرت تطلع وتوضح للمتابعين إنه أبوها متوفي من سنة 2013، وصرحت عن هالشي في فيديو جاوبت فيه على أسئلة المتابعين، وحكت إنه والدها استشهد في الحرب السورية. وسألتوني وين أبوكي وحكيت إنه بابا متوفي من 2013، فالموضوع كتير قديم يعني. وتكرر السؤال تبع إنه كيف توفى أبوكي، فبابا استشهد بسوريا بالحرب. اليوتيوبر السوري سيامنت مصطفى، سيامنت هاجر من سوريا للسويد بسبب الحرب، وضل أبوه وأمه في سوريا، وقبل 5 شهور على التمام رفع سيامنت مقطع حكى فيه إنه والده توفى في سوريا بسبب مرض الكورونا. بابا توفى عطاكم عمره. وكان واضح على سيامند حزنه الشديد على فراقه، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وكيوتيوبر عنده فوق 7 مليون مشترك، كان سيامند متردد من نشر مقطع يشرح فيه للمتابعين سبب غيابه عنهم فترة طويلة، لكن في النهاية قرر انه يطلع ويعلن انه والده توفى بسبب مرض الكورونا في سوريا، وطلب من المشتركين يدعوا لوالده لعل وعسى يكون هذا الدعاء رحمة له. حتى انتوا تشوفوا الفيديو وتدعوا لأبوي وتقروا له فاتحة على روحه، بلكي هذا الشيء يساعده، بلكي هذا الشيء يخفف عنه العذاب، يكون رحمة له. فهذا كان أهم الشيء بالنسبة لي. رندا صلاح الكردي، رندا منشدة من منشدات قناة كراميش الفضائية، وإلها قناة باليوتيوب اشترك فيها أكثر من 280 ألف مشترك، وطلعت رندا بمقطع فيديو على قناتها قبل سنة تقريباً، وأعلنت عن وفاة إمها بعد معاناة طويلة مع مرض الكورونا. أخبركم بوفاة والدتي الغالية الله يرحمها، في منكم بيعرف وفي منكم ما بيعرف، ماما توفت قبل 20 يوم تقريبا. وطلعت بمقطع تاني شرحت فيه تفاصيل وفاتها، وكان المقطع مؤثر جدا. ماما ماتت بمرض كورونا، ومرض كورونا مبطون، واللي بيموت بمرض مبطون فهو شهيد، فيعني نحتسبها انه تكون نالت الشهادة عند رب العالمين. زينب محمد، توفى والد زينب عام 2020، وطلعت زينب بمقطع فيديو مع زوجها أحمد حسن، أعلنوا فيه للمتابعين عن وفاة أبوها وعن دخولها المستشفى بعد هذا الخبر المحزن، وكان الواضح على زينب إنها متأثرة كتير بوفاته لدرجة إنها تعبت ودخلت المستشفى، وعملت عملية تنظيف للرحم بعد سقوط التوأم اللي كانت حامل فيهم في هذيك الفترة، وكمان انهارت زينب بالبكاء قدام الكاميرا لما صورت مقطع إعلان الوفاة للجمهور. طيب ما تعيطيش. طب ما تعيطيش.
طلعتيش بقى؟ طيب خلاص ما طلعتيش. اليوتيوبر السعودي بدر صاحب قناة عصابة بدر، معروف عن هاي العيلة إنها نادراً ما بتحكي عن حالها أو عن تفاصيلها الشخصية. وفي مقطع وصول قناة عصابة بدر لستة مليون مشترك، أعلن بدر عن إنه والده توفى وهو بعمر 17 سنة. وفي نفس المقطع اتأثر بدر كتير لما تذكر والده وصار يبكي وما قدر يكمل الحكي من شدة ما هو مشتاق يشوفه. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. والمقطع أبلغ من إني أوصفه بأي كلمة. أنا توفى والدي الله يرحمه وأنا عمري 17 سنة، فقلت إني أكفل اليوتيوبر السورية مريانا غريب. ما بتحب مريانا بالعادة إنها تشارك تفاصيل حياتها على اليوتيوب، ولما صار حدث وفاة أبوها نزلت الخبر على حسابها بالإنستجرام وطلبت من المتابعين إنهم يدعوا له بالرحمة. وبعد أيام نزلت مجموعة من الستوريهات شكرت فيها كل شخص وقف معها في هاي المحنة ولو بكلمة واحدة. بدي أتشكر كل الناس وكل المتابعين يلي كانوا معي ووقفوا جنبي، وبدي أتشكركم من جوة قلبي لأنه فعلاً كنتوا معي عائلة، وقفتوا جنبي لو بكلمة حلوة لو بشي بسيط. لكم شكرا من جوات قلبي. أنا بعمري ما تركز حدا بالذات بابا. وعن سبب الوفاة فاللي طلع وحكى بالتفاصيل هي أختها ستيلا، اللي وضحت إنه سبب الوفاة هو تعرض والدها لحادث سير أثناء قطع الشارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بابا كان ماشي بالطريق عم بيقطع الشارع وضربته سيارة كانت طايرة ومسرعة وضربته ضربة كتير قوية. اليوتيوبر السوري عامر الشاقي صاحب قناة عائلة الشاقي، معروف عن عيلة الشاقي إنها بتشارك متابعينها في فلوجاتها اليومية، وكانت هاي الفيديوهات مفعمة بالفرح والسعادة. لكن بأحد الأيام وبشكل استثنائي شارك أبو بشير فيديو أعلن فيه عن وفاة والده، ووضح إنه سبب الوفاة كان أزمة قلبية، ونفى كل الإشاعات اللي طلعت وحكت إنه سبب الوفاة كان الكورونا. ووضح أبو بشير إنه هذا اللي خلاه يطلع بفيديو على اليوتيوب يحكي فيه عن وفاة والده، وكان واضح على أبو بشير إنه متأثر كتير بهالخبر وما كان قادر يكمل الفيديو من شدة حزنه على فراق والده. قدر الله وما شاء فعل، امبارح أعطاكم عمره، توفى بأزمة قلبية. اليوتيوبر الكويتية وضحى الأيوب، وضحى هي عضو في فريق ALG سيسترز واللي وصلت قناتهم أكتر من مليون مشترك، وهاي القناة بيظهر عليها ثلاث بنات هما الجود والجوري البعنون ووضحى الأيوب. وطلعوا البنات الثلاثة بمقطع حكوا فيه إنه والد وضحى الأيوب محمد جاسم الأيوب انتقل إلى رحمة الله، وطلبوا من المتابعين يدعوا له بالرحمة والمغفرة. اليوتيوبر المصرية مريم صقر شاركت مريم متابعينها على يوتيوب اللي وصل عددهم المليون مشترك قصة وفاة امها، واللي يشاء القدر انه يكون بنفس اليوم اللي بيحتفل فيه العالم بيوم الام. قصتها مؤلمة ومؤثرة، خاصة انه وفاة امها بيصادف يوم الام من كل عام، وهذا بحد ذاته جرح تاني. خلونا نشوف المقطع مع بعض. ويشاء القدر انه والدتي توفى يوم عيد الام، فهيفضل بالنسبة لي اليوم ده طول حياتي يوم مميز جدا، يوم ذكرى وفاة امي. اليوتيوبر عبد اللطيف بن عبد الرحمن صاحب قناة دستور، هو يوتيوبر سعودي ساكن بالأحساء وقناته للتحديات والمقالب وفيها أكثر من 6 مليون مشترك، وتوفى والده سنة 2019 بحادث سير مع ثلاث شباب صدموا بسيارتهم. وطلع عبد اللطيف وحكى عن خبر وفاة والده وطلب من المتابعين يدعوا له بالرحمة. عبد اللطيف عظم الله أجرك. قلت عظم الله أجرك في مين؟ في مين عظم الله أجرك؟ قال عظم الله أجرك في بوك. في النقطة دي أنا جلست أبكي. وفي نهاية المقطع دعواتي إلكم كلكم، الله يحفظ لكم إمهاتكم وأباءكم وربنا يرحم اللي رحل منهم. وبس والله هذا كان فيديو اليوم، ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.